شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم افتتاح المعرض الدولي التاسع لأنظمة الأمن الداخلي ميليبول قطر 2012، وذلك تلبية لدعوة وجهها لسموه نظيره القطري. وثمن سموه مستوى التميز والنجاح الذي حظي به المعرض وما تبعه من إقبال واسع على المشاركة يشهده المعرض في دوراته المختلفة. وجال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الهيان برفقة نظيره القطري في مختلف أرجاء المعرض، واطلع على ما تم عرضه من تقنيات حديثة وبرامج وأنظمة متطورة تعكس أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجال المعدات الأمنية وأجهزة السلامة.